السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب. مرحبا ومسهلا بك وبهم مشاهدينا الكرام ومستمعينا أيضا الأعزاء اللي يسمعونا من خلال الـFM 97. في هذه الحلقة من ترحيب اللي راح نستعرض فيها مواضيع متنوعة أبرزها بطولة الدول مجلس التعاون الخليجي لسباق سباقات الهجن. نعم، وايضا يا ناصر راح نتناول مع ضيفنا الكريم في الاستديو فضيلة الشيخ عايش القحطاني مفهوم تربية الطفل في الدين الإسلامي. هذا الى جانب استعراضنا وياكم لمجموعة من تقارير وابرز الاحداث اللي شهدتها بلادنا قطر خلال الاسبوع اللي فات. نعم، البداية راح تكون مع بطولة دول مجلس التعاون لسباقات الهجن العربية الأصيلة التي انطلقت اليوم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مضمار الشحانية، وبحضور الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ممثلا راعي الحفل. وقد خصص اليوم الأول من البطولة التي تستمر ليومين لأبناء القبائل وضم عشر أشواط انتهت بتقاسم جوائز المراكز الأولى بين كل من قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة. نعم، هذا وحضر سباقات اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود الذي تسلم من الشيخ جوعان هدية تذكارية هي عبارة عن مجسم ذهبي لبوابة الشحانية. وفي نهاية اليوم قام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بتوزيع الكؤوس على الفائزين بالمراتب الأولى. نعم، وللوقوف على الأجواء في ميدان الشحانية ينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل محمد بن بريك. يا مرحبا ومسهلا فيك يا أبو جاسم. الله يرحب بك أخوي صباح، أمسي عليك بالخير وعلى أخوي ناصر بن سالمين وعلى كل مشاهدين برنامج ترحيب وأيضا على مشاهدين قناة الريان الفضائية الكرام. العلوم أبو سالم، أنت أخي صباح مثل ما أسلفتم أنتم ما شاء الله عليكم في مقدمتكم أعطيتونا مقدمة شاملة لأبرز ما تم اليوم في هذا المضمار. بالفعل اليوم انطلق سباق بطولة الخليج الثالثة التي تقام على أرضية ميدان الشيحانية وسط حضور جماهيري كبير وقفير حقيقة. شاهدنا الإعلام القطرية ترفع في الميادين والإماراتية والعمانية والسعودية والكويتية وجميع الإعلام المشاركين في هذه البطولة الخليجية التي تقام في هذا الحدث الكبير. حقيقة اليوم شاهدنا هجن قوية يعني على مستوى الحدث، توقيتات زمنية جدا لأول مرة تسجل في ميدان الشيحانية، منافسة حتى الرمق الأخير. حقيقة كانت الأشواط الليلة مثيرة جدا ولافتة للاهتمام والانتباه جميع المراقبين والخبراء والمهتمين وعشاق التراث ومحبين الأصالة. كما استفتم الكؤوس كانت الليلة مناصفة سلطنة دولة قطر، نبدأ مع أهل الشعار العنابي. استفتحوا الأشواط بفوز الغارية بانتزعة الكاس، كأس الحقايق البكار، المملوكة الغارية لزيد بن محسن أو زيد بن محمد بن ديله المري، وبعد ذلك أتى كأس القعدان ولينتزع أخواننا في سلطنة عمان الشقيقة لنهنيهم على الفوز. شاهين انتزع كأس الحقايق القعدان مملوك الخالد الشرقي الحرسوسي. إذن كأس في البداية كأس قطر والكأس الثاني لعمان. خلنا نشوف الشوط الثالث والكأس الثالث أين اتجه. اللقاية البكار كان الفوز مع أخواننا من الكويت الشقيقة مع جار الله بن هديبان المري وعجب، هي من تزعت الكاس. بعد ذلك يأتي شوط اللقاية القعدان مع الأبيض اللي أيضا نقل الكاس إلى سلطنة عمان الشقيقة مع المالك والمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. تتواصل الإدارة وأيضا المنافسات لأشواط اللقاية القعدان. الأبيض كما أسلفت يأتي بعد شوط الجداع برزمان لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ينتزع شوط الجداع البكار، برزمان تنتزع هذا الكاس. إذن ونستمر في استعراض الكؤوس وأبرزها أين اتجهت. الوعب هو من استطاع أن ينتزع كاس الجداع القعدان مملوك الزيد بن محمد بن ديلة، وعروبة عادوا أبناء الكويت مرة أخرى في هذا الشوط مع شوط الثنائي البكار، شوط كان قوي.
اللي فازت بها عروبة مملوكة الراشد بن هديبان، هو ثاني كاس لهذا المالك ولأهل الكويت في هذه البطولة. الشوط الثاني القعدان كان مع أبناء قطر ومع المضمر محمد بن علي بن قريع المري مع الفهد، عندما استطاع أن ينتزع هذا الكاس بفارق كبير عن بقية المشاركين. نأتي لأهم شوطين وأغلى شوطين وهي سن الكبار، لنجد في شوط الحيل كتارة هي من استطاعت أن تنتزع كأس الحيل وأيضا الميدالية الذهبية المملوكة لعبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي. وفي الختام كان الفوز مع أبناء المملكة العربية السعودية في شوط الزمول مع فلاح لعلي بن نشير المري. نهني جميع الفائزين حقيقة في هذه البطولة الخليجية الثالثة التي تقام هنا على دولة قطر. السباق بكل ما تحمله الكلمة من معنى ناجح بكل المقاييس، الانطلاقات كانت موفقة سلسة، لفت انتباهي حقيقة الجماهير الغفيرة التي حضرت تشجع وتؤازر بلدانهم وأعلامهم في هذه البطولة، مما أيضا بث روح الحماس والمنافسة ما بين المشاركين والملاك. إذن المنافسات والكؤوس توزعت بين دول مجلس التعاون الخليجي، قطر كان لها نصيب الأسد من خلال انتزاع 4 كؤوس ذهبية وميدالية ذهبية وغيرها فضية وبرونزية سجلت وأيضا حققت مع أبناء قطر. نبارك لمحبين الشعار العنابي في هذه البطولة، نبارك لتألق الهجنة القطرية، وذكر بأن الهجنة القطرية أيضا حازت وصيفة في عديد من الأشواط على المركز الثاني، هذا تطور كبير في الهجنة القطرية، أصبحت تقارع على المستوى الخليجي وأصبحت جاهزة للمنافسة على أرضية ميدانها وأيضا في المحافل الدولية الخارجية. نبارك للجميع ونهنئ أنفسنا بداية بنجاح هذه البطولة الخليجية، ونحن فائزين جميعا بهذا الملتقى الخليجي الأخوي الذي من شأنه تقوية أواصر أواصر وأيضا روابط المحبة والصداقة والأخاء. فنبارك للجميع، والكلمة مشاركين في يوم الختام وهو يوم الغد، اليوم مخصص يوم الغد سيكون لأصحاب السمو والشيوخ. نعم محمد بن بريك، بيض الله وجهك على هذه المعلومات. محمد قبل ما نختم معك، إذا ممكن تذكر مشاهدينا الكرام بالأمسية الشعرية اللي راح تقام عندكم في ميدان الشحانية. يظهر أن محمد انقطع مع الاتصال. إذا مشاهدينا الكرام، كانت سباقات اليوم الأول قد انطلقت عند الساعة 1:30 بمشاركة خليجية واسعة، وقد تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين. نعم، التفاصيل افتتاح البطولة نشوفها وياكم من خلال التقرير التالي. انطلقت اليوم على ميدان الشحانية بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، وذلك بمشاركة واسعة للأشقاء الخليجيين، على أن تختتم البطولة غدا. وتضمن اليوم الأول للبطولة التي تستضيفها قطر لأول مرة إقامة 10 أشواط لأبناء القبائل، على أن تقام غدا 8 أشواط للشيوخ وبمعدل شوطين لكل فئة سنية، بدءا من الحقايق حتى الحيل والزمول بالنسبة لأشواط القبائل، ومن اللقاية إلى الحيل والزمول بالنسبة لأشواط الشيوخ. وأما بالنسبة للجوائز، فقد وصل مجموع الجوائز النقدية لليوم الأول إلى 1,350,000 ريال قطري، وتوزعت على أصحاب المراكز التسعة الأولى، في حين حظي أصحاب المراكز الأولى بسيارة تويوتا جي إكس آر، علما بأن الجوائز موحدة في جميع الأشواط العشر. وتم توزيع الكؤوس والميداليات على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. ونذكر مشاهدينا الكرام بأن هناك أمسية شعرية راح تقام إن شاء الله في الشحانية ابتداء من الساعة 8 إلى الساعة 10 مساء اليوم. نعم. وراح تكون في مثل ما ذكر محمد بن بريك يوم أمس في بأنها راح تكون عند نهاية كيلو 4، راح يكون هناك خيمة تقام فيها الأمسية الشعرية الذي يحييها عدد من الشعراء من قطر ومن دول الخليج، اللي نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. الله يوفق الجميع إن شاء الله يا ناصر، والكل يستاهل الفوز للأمانة بإذن الله. إن شاء الله بارك لهم جميع. إذن أعزائي المشاهدين، وفي أجواء ليست بعيدة عن سباقات الهجن، انطلقت المسابقة التنشيطية للدعو والطلع للصقور في منطقة صبخة الذخيرة برعاية جمعية القناص القطرية. وتقوم هذه المسابقة على تنمية مهارة السرعة لدى الصقور على طريق أو عن طريق
رصد سرعة الصقر بأجهزة إلكترونية دقيقة جدا. هذه المسابقة التنشيطية هاي طبعاً تعود لها فائدة كبيرة على المسابق نفسه. المسابق طبعاً يعد الطير ويشوف تجهيزاته لوين وصلت، ويشوف أنه يكسر على الطير ولا يزيد عليه ولا يزيد التدريب عليه، ولا يعني هاي مسابقة تنشيطية تعد الطير وتشوف مستواه قبل المسابقة، قبل مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد. اليوم عندنا مسابقة الدعو حرار فروخ وجرانيس، عدد المشاركين 122 مشارك والعدد ما شاء الله كبير. وبكرة عندنا إن شاء الله الشواهين، عدد المشاركين تقريبا 42. بعد بكرة يوم السبت عندنا مسابقة الطلع تقريبا فوق 50 طير. هذا المهرجان جهز له من بداية الموسم وعلى الله التوفيق، جهزنا خذيت المركز الأول والثالث، طيور كلها لها سوافة قرانيس ومشتراها غالي. أنا مشارك 10 طيور قرانيس وفروخ. نشكر جمعية القناص على هذا المهرجان لأنه مقياس للطيور كل المشاركين، الحمد لله كلهم يعرف قياس طيره عشان يجهز حق المهرجان الكبير. شارك بأربع طيور، ثلاثة منها قرانيس حرار وواحد منها فرخ، والفرخ ما شاء الله جاب تيم يبشر مع الفروخ إن شاء الله بإذن الله. عندنا بطولة الأسبوع الجاي، بطولة البرثة اللي منظمها مركز شباب الخيرة، وإن شاء الله بعد عندنا مشاركة قوية بتكون إن شاء الله في الإمارات. ألف مبروك للفائزين في هذه البطولة التنشيطية واللي يستعدون للبطولة والمهرجان اللي إن شاء الله راح يقام خلال الفترة القادمة وراح يكون دولي. نعم. في أصبخة مرمي، ونقول لهم استعدوا يا أهل الطيور قرب وقتها. أكيد المنافسة شديدة ناصر، صح؟ بالله إن شاء الله شديدة. إن شاء الله بإذن الله. إذن أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونكون مع الفقرة الدينية الأسبوعية مع الشيخ عايش القحطاني.